الناس زوينين كليان ديالنا، مرحبا بكم. اليوم عاوتاني جينا لكم واحد الطروه بياس اللي هي زوينه والشكل ديالها واعر، ولكن قبل ما نكملوا على الطروه بياس نوريكم لوكاليزاسيون كيف العاده. متجر اكريم زازا كيتواجد في زنقه الخزامه. الناس اللي كيسولوا على زنقه الخزامه، زنقه الخزامه راه كاينه اوراق الشله اللي كاينه في طريق ولاد زيان، كاين السجل المحلي ديال عين برجا، كاين التكوين المهني ديال عين برجا اللي في طريق ولاد زيان اون فاس معاه. كنتي طالع من لوطوروط طلع على طريق ولاد زيان، غتزيد تفوت المحطه شويه، تخلي المحطه على اليسار ديالك، تزيد شويه تلقى سميتو قهوه العنكبوت، تفوتها تلقى التكوين المهني ديال عين برجا اون فاس معاه الزنقه ديال الخزامه اللي كتواجدوا فيها. بحال راجع لطريق ولاد زيان، بحال راجع عفوا لكارج علام. القشله هي هادي، هاد القشله قديمه فيها السكان، كاين ديبو ديال الكاميوات البلديه في الراس ديال الزنقه، كاين كارج النعناع على اليسر، كاين الطاكسي ديال المحمديه ديال بوزنيقه ديال بن حمد ديال التشارك، كلشي كاين تما مجموعين الطاكسيات. المهم كاينه سينما شهرزاد على اليمين ديالي. المهم الزنقه هي هادي، كاين اسرار البحر، مدرسه الزموري، اكريم زازا المتجر المشهور وتحطيم الاسعار. مرحبا بكم خوتي، جو معايا تشوفوا الموديل كيف قلت لكم، طروه بياس شي حاجه واعره وثمن زوين خوتي. داكشي واو بلا دوا، وانا داكشي سخون تحديها لها، راه قطن مصوف من الداخل ديالو، مصوف بحال السروال بحال الفوق، الصديفات راه كيتحلوا، الالوان موجودين الالوان، لي طاي من الميديوم حتى للدوبل اكس لارج. الثمن خوتي 145 درهم، اللي تياخذ بياسه جوج ثلاثه، واللي تياخذ خمسه بياسات والفوق كتحسب ليه 140 درهم، واللي كياخذ اكثر من 10 بياسات كتحسب ليه 135 درهم. الشكل ديالها كما كتشاهدوا معايا، اللي بغى شي حاجه يدير كوموند، الارقام تخليهم. السلام عليكم.